تشيش قوي. نوع يطلع متباين من اللي بره. احنا على المباشر اسلوب المتباين يطلعوا. اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سي سليمه. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الام اللي في حاله هستيريه من نهار الجمعه، وهي في حاله واحد الحاله اللي هي ما كتاكل ما كتشرب، كتقول بغيت بنتي نعرفها ميته ولا حيه. المهم نعرف بنتي مطمئن مطمئن قلبي. بنتي من نهار الجمعه ما عاودتش كلمات من اخر مكالمه ديالها، قالت لي سيدي الحد غادي نمشي نقري واحد الوليدات، لكن مع الاسف من تما ما عاودتش اتصلت بيا. اللي سولت عليها لا صحاباتها ولا الناس اللي كيعرفوها ما عارفين عليها حتى شي حاجه. غنسمعوا هاد المعطيات ونسمعوا مجموعه المعطيات من عند الام اللي محروقه. مرحبا بك الا معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بالاخت ديالها. كيف ما قلتي هذه اختنا الصغيره خايفين عليها، ما لقيناش ليها جهد باش نمشيو، لكن اليوم الحمد لله خوتنا في المغاربه اللي في تركيا غادي يطمنونا عليها وغادي يقول لنا عليها الاخبار عليها، ونفرحوا حتى هذه المهمه اللي في حالتها اللي ما بقات لا تاكل لا تشرب للحاله ديالها. لا يا منى لا 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 لا، مرحبا بك لالا. عاودي لنا لالا بنتي، قدمي لنا نفسك اول حاجه. السلام عليكم، انا السميه ديالي ميخ المنانه، ساكنه في مدينه سيدي سليمان، والبنت ديالي هي لالي حليمه. كانت معايا هنا غير في العيد الكبير ان شاء الله، دوزت معايا العطله ومشات بحالها لتركيا خدامه تم. ايوا دابا نهار الجمعه اخر هضره هضرت معايا نهار الجمعه اللي دازت قبل الزنزال بنهار بيومين، هضرت معايا مع الجمعه من تما غير الخبر عليا. جا الزنزال صافي ما لقيت على الاشياء شايفه عليها لا خبر لا جهه، صافي ما عرفت ميتة ما عرفت حية ما عرفت كي طرالي. ايوا دابا نطلب من المغاربة ونطلب من محمد السادس ونطلب من خارج الوطن وداخل الوطن خلولي على بنتي ويجيبوها لي ميتة ولا حية. انا مزوقة فيكم عتقوني ورحموني، قلبي محروق قلبي محروق على بنتي. ايوا اسفي اللي كان بنتي مسكينه مشات لي وخلاتني، هي اللي عندي وهي اللي بقات معايا وهي اللي كتخدم عليا. دابا بقيت مشردة بلا بنتي. ايوا قلبي محروق على بنتي، قلبي محروق على بنتي. الا كانت ميتة جيبوها لي، انا مزوقه في كلشي، مزوقه فيكم، مزوقه في الصحافه، مزوقه في المغاربه، كلشي مزوقه في محمد السادس. قلبوا على بنتي، الا كانت ميتة يجيبوها لي، كانت حيه يجيبوها لي، وهي نشوفها هي نشوفها، ولا بغات تجي المنتج. ايوا هادشي اللي كاين. نعم اخر مره مين تكلمت معك قلت نهار الجمعه لالا؟ هضرت معايا نهار الجمعه وذكرنا وهضرنا قريبا نص ساعه ديال المكانه وكنا نهضر. نعم قبل الجمعه مولفه في خلال هذه المده كيف ما صرحتي وقلتي بان نهار من نهار العيد الكبير باش مشات هي، شحال هي تما كاين هي تقريبا؟ هي شحال هي عايشه في تركيا؟ خمس سنين. جات للمغرب اول مره من بعد من بعد ما خمس سنين جات، من بعد خمس سنين جات كورونا وداك الشيء ما جاتش. نعم جات في عيد كبير، جات في عيد من عيد كبير لدابا شحال هي كنت كتعيط لك يوميا او كل نهار كيف كنت كتعيط لك؟ نهار هي ونهار لا، نهار تعيط ونهار لا. نعم الا كانت مشغوله تصيفط لها اودي تقول لي انا بخير لاباس انت مزيانه شرب الدواء ديالي. ايوا هذا الشيء ديما كنهضر معاها ديما. نعم ديما كل نهار كل نهار تقريبا كل نهار واخا من نهار الجمعه والسبت والحد شنو قالت لك تمشي دير؟ السبت والحد ما هضرتش. نعم شنو قالت لك؟ نعم ها؟ شنو قالت لك السبت والحد تمشي تقري شنو الحدين ياك؟ السبت والحد كنمشي قالت لي ندير المراجعه لشي دراري. نعم وحط طبيب، قالت لي حط طبيب سميتو يوسف. اها قالت لي ندير له المراجعه السبت والحد ندير له اللغه المغرب. اها نقري اللغه المغرب من تما تقطع الخط. من تما تقطع. نعم ملي سمعتي هذا الخبر الزنزان عيطتي؟ عيطت وخليت لهم عيط وعيط وهضروا معنا الناس جاوبونا من تما. عيطنا للبنت اللي كانت مشات هي وياها من المغرب، قالت لي انا ما عندي حتى خبر عليها، قالت لي انا ما عندي حتى خبر عليها، ما بقيت ساكنه معاها وهي سكنت بوحدها وانا بوحدي ما عندي حتى خبر عليها.
نعم. وعيطنا لواحد السيد عيط علينا قال لك في الجروب قال لك انا راني انا اللي خرجتها نهار الاربع قال لي خرجتها من الطابق الخامس وراها ما مضروباش ومضروبه غير في يدها شويه ما عندها لا تليفون لا حتى شي حاجه قال لي وطلعتها ركبتها مشات لذاك المدينه كيقولها اظن ولا انطاكيا عرفت كي اسمها ذاك المدينه قال لي ركبتها صيفت ثلاثه على المرضى ايوا قال لك انا نقلب لكم عليها قال لك انا نمشي ونقلب عليه من تسمى قلب ما لقاش يرد علينا قلنا ما لقيتهاش مشيت اصلا نقول مشيت هاك مشيت هاك شال المخيم مسكينه هو سوري قال لك لا ما لقيتهاش قال لك ما لقيتهاش رد علينا قال لك ما لقيتهاش ايوا كاع الناس قلبوا معنا وما لا 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 اثر لا اثر ديالها ما عرفناها ميته ما عرفناها حيه ايوا هادشي اللي كاين اوليدي واخا السلام عليكم. الميكرو. نعم. أنا الأخت ديال الهلالي حليمة، بنت الهلالي سلمى، كنقلبوا على أختي من نهار الجمعة آخر نهار اتصلت معنا به، الجمعة اللي قبل الزلزال، السبت والحد ما هضرتش معانا، اثنين كان الزلزال، من هذاك النهار حنا كنعيطوا ليها ليومنا هذا، ما عندنا ليها تا خبار، حطينا التصاور ديالها في المواقع وعطينا الناس كيقلبوا معانا، واحد السيدة من الخارج حطتها في واحد السيد ديال المفقودين انطاكيا ويتواصل معنا واحد السيد سوري قال لنا بلي هاد البنت راه انا جبدتها من واحد الطابق من واحد البلاصه تيقولوا الجمهوريات لا الجمهوريه فيها حديقه السوريين هذيك البلاصه كيقولوا حديقه السوريين شي حي شي حي قال لك جبدتها راه كانت مضروبه في يدها والتليفون ديالها مهرس ورا الضربه اللي مضروبه خفيفه ولكن ما كاين عليها تخبر ما تتهضر معانا ما تنشوفوها ما حتى شي واحد ما عاطيني عليها خبر غير هذاك السيد اللي قال لنا هاد الهضره من تما اليومين هذا باقي ما كاين حتى حاجه نعم. ما سمعنا لها حتى حاجه وكما قالت الوالده ديالي كل مره مره كانت خدامه في مطعم مره في كل مره فاش ما جاب الله كتخدم وكدير السواعده في الدراري الصغار السبت والحد ايوا حنا كنطلبوا من الناس يعاونونا واخا عافاك عطيني الصور ديالها وشنو واخا شنو كتوجهوا النداء للمغاربه وليها هي بخصوص اللي شافها يعيط لينا ويوقفوا معنا الله يرحم الوالد احنا مشوينا لاختنا بزاف امي ما كتنعس لا ليل لا نهار حنا كنا يعاونونا ويوقفوا معنا واللي شافها يرد علينا يا اللي كان يا ميته يا حيه عنعرفوا اخبارها واخا الله يخليك قولي الرقم التليفون اللي شاف شي خبار عليه تاع الميكرو تاع الميكرو نعم اتصل بنا في الرقم 06 67 32 88 15 هذا هو الرقم ديالنا اذا كيف ما كتبوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شفيفي قناه الشاب هادو عائله كيطلبوا على البنت ديالهم اللي سميتها سلمى حليمه عفوا حليمه هلالي في عمر ديالها 32 سنه اللي من نهار الجمعه قبل الحادثه الاقامه ديالها عندها كلشي الوريقات ديالها كلشي مريقل ما عندها حتى شي يعني ما عندها حتى شي حاجه اللي عم نقولوا غيوقع لها شي مشكل تما مقيده في القنصليه القنصل كان عاد تيقول لك الا لا وصلنا شي اخبار نعيطوا لكم باقي ما كاين حتى حاجه عندهم الرقم ديالنا عندهم الاقامه ديالها الباس كل شيء عندهم الوثائق ديالها احنا صورنا كل شيء وصيفطنا ليهم نعم اذا كيف ما تابعتهم انا متابعين الافاضل متابعين قناه شفت في قناه الشاب هاد العائله كتقلب على البنت ديالها اللي هي سميتها حليمه الهلالي كتبلغ العمر ديالها 32 سنه كانت مقيمه في انطاكيا فكتقول الله يجزيكم بخير اللي شافها او تعرف عليها يتصل بنا في الرقم 06 67 32 88 15 او اذا رقم 06 67 32 88 15 والله هدى واجر محسن فشكرا لكم على المتابعه وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو على الاقل باش يوصلوا قلوب الرحيمه وقلوب الناس اللي في تركيا باش يعرفوا او الناس المسؤولين اللي في تركيا انهم يعرفوا هاد البنت هاد الشابه اللي كانت عايشه في حي كيف ما صرحت الاخت ديالها كتقول في واحد الحي سميتو حي الجمهوريه فاسم الحي كيتسمى بحي الجمهوريه بانطاكيا بتركيا فكتقول الله يجزيكم بخير اللي شافها ساكنه السكنه ديالها حيت حنا كنا كنهضروا معاها في ابل فيديو كتقول لك انا ساكنه في مجمع عندهم بزاف فوق ديال البارتمات وبعض المرات كتكون كتهضر معنا من البانكو تيكون واحد الجريده ديال الدراري الصغار كيكونوا كيلعبوا فيها الدراري الصغار جريده في وسط هذاك بحال الاقامات وسط هذاك كيكونوا كيلعبوا الدراري الصغار وكاين المهم العساس في الباب قال لك حتى كيسول عليهم بالسميه عاد يدخل لهذيك الاقامه ماشي اي واحد كيلحق كيدخل
يعني راه ضروري الناس غيكونوا عارفين هاد البلايص، واخا ما تكونش لا دريسوت راه الانسان عاد توصفي له بحال هكا يعرف البلاصه ويعرف فين. نعم. وكنتمنوا من المغاربه يعاونونا الله يرحم ليهم الوالدين. اذا شكرا لكم على المتابعه. والسكنه نعم. ديالها ما معهاش المغاربه، ما معهاش المغاربه، والسكنه ديالها فيها غير اغلبيه ديال الناس اللي ساكنين تما صحاب البلاد تواركا. نعم. فشكرا لكم على المتابعه، الى قادمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في ليف اخر ان شاء الله.